هم صعوبة الساحل الشرقي للقارة الأفريقية. هنا الكرة خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى عن طريق اللاعب المتميز بالقميص رقم 7 من الكتيبة التنزانية هو كاسيندا أو اللاعب كما ذكرت جينست. فكرة أكثر من 90 مليون نسمة يتحدثون اللغة السواحلية. تلعب كرة للمنتخب ألو كاندي من جديد على الجهة اليسار، لمسة أمامية من جانب فرانكو أو هارونا لكوغو. هارونا يعود لماديو رونالد، ماديو لروجرز من جديد، يلعب كرة أمامية تعود للمنتخب عن طريق روجرز. يلعب كرة عرضية خاطئة وكادت أن تحرق النيران الصديقة مرمى المنتخب التنزاني عن طريق اللاعب بالقميص رقم 14 سونغولو حسين أو سونفولو حسين. تعود الكرة من جديد لروجرز. أكثر الأسماء تحركا على الجهة اليسار، الجراح اليسار المنتخب ألو كاندي. بعد الدفاع حاضر من جديد، لمسة ومخالفة كما أشار حكم اللقاء لمصلحة المنتخب التنزاني. 20 دقيقة والتعادل السلبي يسيطر على مجريات هذا اللقاء من هنا من ملعب الجوهرة الزرقاء. سودان فوتبول، كرة للأمام، سودان فوتبول أسيكشون، محاولة الكرة من جديد للمنتخب الأوغندي عن طريق إبراهيم جوما من جديد للمهاجم لاعب القميص 9 إيسي كيانا. إيسي هنا التسديدة والدفاع يقلص الخطورة في الأنفاس الأخيرة. هنا الجماهير تشعل أجواء اللقاء وتحاول بقوة أن تعيد أمجاد وذكرياتها هنالك في أوغندا وهنالك في تنزانيا. هنا الكرة تحولت إلى كورنر كيك للمنتخب الأوغندي. البحث عن إرسال كرة عرضية، نتمنى أن نشاهد الأهداف حتى تشتعل الأمسية ويشتعل اللقاء وتكون الأجواء أكثر حماسا هنا في ملعب الجوهرة الزرقاء. هنا الكل والحكم سورو يتحدث مع لاعب طالب محمد بجانب ميراجي حسين. هنا عرضية، هنا التسديدة ولكن الدفاع يخلص عن طريق أبو بكر شعبان إلى خارج أرضية الملعب مباشرة إلى رمية التماس. الحديث عن اللهجة السواحلية كما تعرف باللسان السواحلي هي لغة البانتو كما ذكرت، منتشر على سواحل شرق أفريقيا وهي لغة رسمية طبعا لكينيا وتنزانيا بحكم الأمر الواقع، وأوغندا وأحد اللقاط الوطنية في جمهورة الكنغو. تحولت كرة، خطورة موجودة، كونتر أتاك من جديد في وسط الملعب على الجهة اليسار. 1-2 انطلاقة لسيرجيو أو روجرز، محاولة الرأسية، تعود الخطورة لموجولو. من لحظات عصيبة في هذا اللقاء بالنسبة للمنتخب الأوغندي. منتخب الأوغندي أفضل حتى الآن ولم يحالف الحظ للمنتخب الأوغندي في إكمال النواقص وتسجيل الهدف. هنا كونتر أتاك خطيرة جدا للمنتخب التنزاني، التسديدة تسديدة تعانق وتلامس الشباك الخارجية. شوف هنا المرور والتسديدة ببطن القدم أو برأس القدم وكما تعرف في السودانية العامية بالبوس، والكرة تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى تعود سريع في وسط الملعب بكونتر أتاك لمصلحة المنتخب الأوغندي، والكرة مباشرة تصبح رمية أو مخالفة من جانب الحكم الذي يشير على هذا اللقاء. هنا الفوفوزيلا ورقصات الشعبية التنزانية حاضرة في هذا اللقاء لتشعل مجريات والمباراة، بينما تحولت كرة على الجهة اليمين للمنتخب الأوغندي. 1-2 الثالثة
لموغولو للبارتي رايت لاعب المميز يا المنتخب. هنا التسديدة والحارس موجود. محاولة التسديدة من قبل اللاعب المتواجد كاسيرا روجرز موجينا أيضا هارونا. هارونا هو صاحب العرضية السابق اللاعب بالقميص رقم 17. حاولت كرة من جديد عن طريق كاسيندا. كاسيندا لهارونا استلام والترويض بصورة ممتازة. حاولت لعب الكرة للأمام تعود لمصلحة أدون بالورا أو كالامون. سقوط للاعب كاسيندا إبراهيم. كاسيندا وهارونا تمريرة كانت على طبق من ذهب بل على طبق من ماس والكرة إلى خارج الإطار أو لمصلحة الحارس. تحولت كرة من جديد على الجهة اليسار تعود سيما تيمبا يلعب كرة أمامية ساقطة تعود خاطئة موجولو والدفاع والكرة مبعدة إلى خارج أرضية الملعب بعد اصطدمت بموجولو الكابيتانو تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى. إذن تأسيس في العام 26 في شرق وسط أفريقيا. اللقاط الرسمية كما ذكرت هي لقطتين كانت الإنجليزية والفرنسية. أضيفت اللغة العربية بحكم مونديال قطر في الفترة تبع المونديال العرب. هنا سقوط لواحد من الأسماء بالنسبة للمنتخب الأوغندي. هارونا يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. بالسلامة إن شاء الله لكل الأسماء المشاركة في هذا البطولة. نتمنى أن نتعايش بطولة مشرفة وبطولة تضيف للقارة الأفريقية ولقطاع سيكافا الكثير من الإبداعات. أولا الشباب هم كونوس فينست هو ساقط على أرضية الملعب. لاعب المنتخب الأوغندي. أتمنى أن نعيش لحظات مميزة. هنا أجواء صعبة على الفريقين في أرضية الملعب. 37 درجة مئوية هي الأجواء التي نعيشها في ملعب الجوهرة الزرقاء. هنا الجهاز الفني للمنتخب التنزاني يطمئن على الأنصار في أرضية يطمئن على الأسماء في أرضية الملعب بجانب الطاقم الطبي للمنتخب الأوغندي. تعود الكرة للمنتخب التنزاني للأمام استلام تحت الضغط تمرير كرة أمامية وتحولت لمصلحة حارس المنتخب الأوغندي. حديث على المنتخب التنزاني وأيضا المنتخب الأوغندي واحد من المنتخبات التي استطاعت أن تضع صورة فنية كبيرة. انضمام طبعا لسيكافا ب 12 عضو أو 12 دولة كما تعرف. والدولة تدخل هنا كشخصية اعتبارية وأول طبعا أو أقدم البلدان التي استطاعت أن تكون وتشارك في عضوية اتحاد سيكافا هي السودان في 75 بجانب تنزانيا وأوغندا في العام 93 هو القاسم المشترك للبلدتين طبعا في الانضمام إلى بطولة سيكافا أو إلى اتحاد سيكافا. قديما كانت تعرف بيكو جوسات. هنا الحيرة للمدرب الأوغندي المدرب جاكسون مانينغا. تلعب الكرة عن طريق كاسيندا إبراهيم تعود من جديد لكاسيندا عودة لماجد. ماجدا
أو ماجد عبده. ماجد عبده يحول كرة للجهة اليسار تعود لأرونا. أرونا لماجد من جديد يلعب بالنار. تحولت الكرة عن طريق فرانكو في وسط الملعب. موجولو سيما تيمبا وموجولو لأرونا من جديد. انطلاقة والدخول للعمق عن طريق هارونا. محاولة المرور عرقلة والحكم يطالب بمواصلة اللعب. تعود من جديد لمصلحة المنتخب. التنزاني من جديد للمنتخب التنزاني. عزيزي المتابع عبر شاشة الخرطوم الفضائية هنا في ملعب الجوهرة حيث اشراقات بطولة سيكافا في المجموعة الثانية. وهنا المجموعة الثانية طبعا تستضيف مباراة وحيدة. هنالك المنتخب الاثيوبي طبعا يتواجد في الراحة في هذا الاسبوع. اسبوعات الاسابيع القادمة ستكون مشرقة تماما في الجولة الثانية من بطولة سيكافا للشباب تحت العشرين عاما. هذه البطولة التي تقام على شرف تصفيات المؤهلة الى كأس الأمم الأفريقية للشباب بالنسبة للعام او الشباب تحت العشرين عاما. وحديث وتكنيك هذه البطولة مقسمة إلى سبعة, موجود فيها سبعة فرق مقسمة إلى مجموعتين. أربعة فرق تقام وتنظم المجموعة الأولى. بالأمس القريب المنتخب البورندي يسجل خمس أهداف في مرمى المنتخب الجيبوتي, بينما ديربي الجنوب والشمال انتهى بالتعادل. هنا كرة مرت على الجميع وكادت أن تشكل خطورة كبيرة بالنسبة للمنتخب الأوغندي. بما يخص المنتخب السوداني والجنوب السوداني يطبع والتعادل السلبي سيطر على المواجهة كما اطلقنا عليها مواجهة الأحبة أو الأشقاء. هنا الدكة الفنية للمنتخب الأوغندي حاضرة. تعود الكرة في جهة اليسار. محاولة الانطلاق عن طريق اللاعب روجرز موجينا والكرة تعاد في الفجات الجميلة والاشراقات المميزة هنا في ملعب الجوهرة. هنا الإعادة, تدخل قوي من الخلف والكرة تحتسب مخالفة لمصلحة المنتخب الأوغندي. منتخب الأوغندي على الجهة اليسار. محاولة ارسال كرة عرضية هنا الراسية التسديدة. هدف أول عن طريق اللاعب سيما تيمبا يسجل الهدف الأول. وهنا تأتي الرقصات الأوغندية وتأتي الفرحة الأوغندية ويحتفي بطريقته الخاصة كأنما يقول عندما ستواجهونا ستنام القارة الأفريقية من بداياته. حارس تألق ولم يحالف الحظ للحارس والكرة تسكن شباك المنتخب. التنزاني في الدقيقة 31 من عمر اللقاء. سيما تيمبا يسجل أول أهداف اللقاء كما يقال بلغة الأسبان جولاسو في مرمى المنتخب التنزان. هنا لخارج أرضية الملعب سيما تيمبا يشعل أجواء اللقاء الذي يجمع بين المنتخب الأوغندي والمنتخب التنزاني. تلعب كرة للأمام تحولت وأبعدت من قبل المنتخب التنزاني من جديد. محاولة المرور, تدخل قوي عن طريق هارونا. موجولو هو الكابتن للمنتخب الأوغندي أسيما موجولو. هنا مخالفة في وسط الملعب للمنتخب التنزاني. تنفيذ عن طريق
ميراجي حسين يلعب كرة ساقطة والحارس يخفق من جديد ويستلم الكرة على دفعتين. سلام الكرة على دفعتين من جديد لمصلحة المنتخب الأوغندي. تلعب للأمام عن طريق القائد موجولو أسيما موجولو والكرة تحولت إلى رمية جانبية حاضرة في هذه اللحظات هنا في هذا اللقاء الكبير الذي يجمع المنتخب التنزاني بالمنتخب. الأوغندي على فكرة هنالك 40 مواجهة جمعت الفريقين على مستوى المنتخبات الكبرى والأفضلية من حيث الأهداف للمنتخب الأوغندي مسجل 50 هدف في مرمى المنتخب التنزاني بينما المنتخب التنزاني وصل إلى 34 هدف في شباك المنتخب الأوغندي. تحولت كرة على جهة اليمين عرضية ممتازة تسديدة هوبا 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 أضافوا الأول وأضافوا الأول وجابوا الثاني والكرة صعبة جدا على الحارس الرمضاني وإضافة الثاني عن طريق روجرز موجينا. اجتهاد كبير من جانب المميز كاسيندي إبراهيم عمل كرة عرضية. شوف الإعادة في الكرة العرضية متقنة تماما أخفق الدفاع في الإبعاد وهنا جاء العقاب مباشرة بثاني أهداف اللقاء في مرمى المنتخب التنزاني عن طريق روجرز موجينا. نعم هنا فرحة الجالية الأوغندية بهذه الثنائية وبهذه الأفضلية التي نشاهدها حتى الآن لمصلحة المنتخب روجرز موجينا وصاحب الهدف الثاني بينما الكرة تحولت من جديد لمصلحة المنتخب التنزاني. ثنائية أضيفت أول أهداف اللقاء من قبل المميز جدا أرونا أضاف الثاني أو سيما تيمبا نعم هو صاحب الهدف الأول. تلعب كرة تأتي لمصلحة الحارس حارس المنتخب الأوغندي سيما تيمبا سجل الأول والهدف الثاني عن طريق اللاعب روجرز موجينا. نعم روجرز موجينا صاحب الهدف الثاني بالنسبة للمنتخب التنزاني. هنالك حسرة بينما تحولت الكرة. نعم أجواء مثيرة في أرضية الملعب هنا بين المنتخب التنزاني والمنتخب الأوغندي. حديث عن هذه البطولة كما ذكرت بوتي انضمت لسيكافا أو عضو اتحاد سيكافا في 94 إثيوبيا في العام 83 بجانب بوراندي 98 وهي طبعا آخر المنضمين بجانب المنتخب الجنوب السوداني. كرة للأمام منتخب الجنوب السوداني في العام 2012 حولت كرة بعد نال أو بعد انفصاله من جنوب من الشمال تحول إلى منتخبات القوية. تحولت كرة تقطع خاطئة تعود المنتخب التنزاني هنا التسديدة ولكن لم تكن متقنة من قبل المنتخب التنزاني. تلاقى الطريق كاسيندا إبراهيم لاعب صاحب مجهود جبار على الجهة اليمنى للمنتخب الأوغندي. إذا تحولت كرة في وسط الملعب 1-2 تعود للمنتخب التنزاني خاطئة
هنالك دربكة حاضرة في وسط الملعب بالنسبة للمنتخب التنزاني. سيماتيمبا سحب الهدف الأول، يمرر الكرة على الجهة اليمين بصورة ممتازة. نتابع الحضور الزيني والتكنيك العالي والإبداع الكروي من قبل المنتخب الأوغندي في هذا اللقاء الكبير. تحولت كرة لكاسيندا، يعود في وسط الملعب لمونجولو، مونجولو لهارونا، هارونا من جديد يبحث عن العودة لماديو رونالد. ماديو رونالد على الجهة اليسار، تعود لإيسي كيانا. حولت الكرة لجميع الأسماء، بينما تعود كرة من حارس عن طريق كوزوسي. حول الكرة لهارونا، هارونا في وسط دفاعات المنتخب الأوغندي، ربما هي اللمسة رقم 17. نتابع ونقول 18. تعود لسيماتيمبا، لاعب مراوغ صاحب فنون كبيرة. هنالك دربكة وعدم انسجام، ربما هي الكرة الأولى التنافسية للفريق بعد التجمع الجديد بالنسبة للمنتخب الأوغندي. هكذا يقدمون ويعتمدون على الفطرة الكروية، وهنالك انسجام واعتماد دول أفريقيا ومعظم دول أفريقيا على الأكاديميات. هنا محاولة المرور عن طريق اللاعب المتميز، لاعب إيسي كيانا، والكرة من جديد لمصلحة المنتخب. الأوغندي عن طريق هارونا يعود في وسط الملعب لمصلحة ماديو رونالد. تعود لماديو، هارونا، موجولو، هارونا من جديد، لمسة لماديو. ماديو يحول الكرة في وسط الملعب عن طريق موجولو. آسيما من جديد، تقب الأوغندي أكثر إبداع وأكثر تنظيم. كرة إلى خارج أمجية الملعب بإشارة الحكم اللقاء تيسيري، حكم البوراندي تيسيري زيزا. نعم، الكرة تحولت لمصلحة المنتخب الأوغندي، تعود من جديد للمنتخب التنزاني. والكرة تصبح مخالفة للكتيبة التنزانية، خالف للمنتخب التنزاني. 41 دقيقة مرت من عمر اللقاء، والتفوق حتى الآن للكتيبة الصفراء. المنتخب الأوغندي بثنائية سيما والمتميز روجرز موجينا. هنالك اعتراض وعرقلة من الخلف كما شاهدنا، والحكم يحتسب مخالفة. هنا توضيح من قبل المخرج للمخالفة السابقة للمنتخب الأوغندي. تلعب الكرة على جهة اليسار من جديد، كاسيندا، موجولو، فينيها من تراز ممتاز. تحولت كرة عرضية لمصلحة اللاعب وجينا، راسية، والحارس يبعد الخطورة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركل الزاوية. كانت للقادم من الخلف. هنا العرضية، يلعب اليمين وبالشمال، طالت وجاء من الخلف القائد آسيما لاعب القميص رقم 10
ولعب كرة والحارس تألق في الإبعاد. روجرز محاولة المرور وزاحم من جانب اللاعب فينست والحكم يعطي تماس للمنتخب التنزاني. حديث المنتخب الأوغندي، طبعا أوغندي هي واحدة من الدول القير ساحلية تقع في شرق أفريقيا، بينما الكرة تحولت من جديد من الشرق تحيطها كينيا، تحولت كرة للتنزانيا، تعود من جانب اللاعب الممتاز بالقميص 10، يحول كرة على الجهة اليمين، انطلاقة للأمام، عرضية متقنة، التسديدة مرت على مرمى المنتخب الأوغندي، مرت على مرمى المنتخب الأوغندي من جانب اللاعب طبعا سيلفستر أوتو، عمل مجهود جبار لاعب أبو بكر شعبان، مرر كرة لمصلحة أدون بالورا وأقفق في التسديد، وبذلك يجعل المنتخب الأوغندي أشد إصرارا وإلحاحا بالحفاظ على نتيجة هذا الشوط، وهي طبعا التفوق بنتيجة طبعا ثنائية دون مقابل في مرمى المنتخب التنزاني. حاولت كرة عن طريق ماديو رونالد أرونا، عودة لأسيما موجولو لماديو رونالد، عودة لماجد عبدو أو ماجدة، حكم يضيف دقيقتين كوقت بدل ضايع لشوط اللقاء الأول. كرة تحولت لمسة للمنتخب التنزاني عن طريق اللاعب المقاتل بالقميص رقم 16 لاعب سيلفستر، تحولت من جديد نقطة من جانب المقاتل كالامون فرانسيس، والكرة تصبح تماس هنا. حاولت المرور والاستخلاص وسقط على أرضية الملعب بعد الضغط العالي من قبل المنتخب الأوغندي. حتى الآن عزيزي المتابع تفوق المنتخب الأوغندي على المنتخب التنزاني، تابع لعادة بالنسبة لهدف اللقاء الأول، سدد كرة على يمين الحارس تسكن الشباك وتعلن عن هدف أول. هنا الفرحة من قبل المنتخب الأوغندي، تعود كرة للأمام، انطلاقة من جانب سيما يحاول كرة لكاسيندا، تعود للقائد موجولو وروح قتالية حاضرة وإبعاد من قبل دفاعات المنتخب التنزاني، إبعاد من جانب دفاعات المنتخب التنزاني عن طريق اللاعب المجتهد تماما لاعب سونفوكو حسين. تعود كرة المنتخب التنزاني محاولة تقليص الفارق، التسديدة وإلى خارج أرضية الملعب، الكل يترقب تماما نهاية صافرة الشوط الأول بعد الانتهاء من الوقت الطبيعي والمضاف. هنا حكم اللقاء سورو يعلن عن نهاية صافرة الشوط الأول بتفوق المنتخب الأوغندي على المنتخب التنزاني. Feeling lazy to do your groceries? Make us your helper. Order fresh fruits and vegetables and get free home delivery. محدث هذا اللقاء عبر قناة القرطبة الفضائية، على أمل أن نجدد بكم اللقية في شوط المباراة الثاني، حتى نلقاكم يا أحباب.